كان في شائعة سخيفة تخص واحدة من أجمل وأكثر الممثلات الفنانات يعني اللي بنحبها وبنقدرها، الفنانة الكبيرة ليلى طاهر. أنا الحقيقة بقى ما أحبش أكرر هذه الشائعات، بس قلنا نطمن عليها ونشوف أخبار صحتها إيه. الفنانة ليلى طاهر، مساء الخير يا مدام ليلى. مساء الخير يا حبيبتي، مساء الفل. أخبارك إيه وإزاي صحتك؟ أنا كويسة الحمد لله، بس هم مش مقتنعين. ايه بس ايه ايه ليه بيضايقوكي؟ ما الضحكة حلوة ايه زي الفل. أنت عارفة إن دي مش أول مرة يكتبوا عليا هذا الخبر، صحيح صحيح، يعني هم 3 4 مرات كتبوا الخبر ده، كل شهر شهرين يروحوا كاتبين لي خبر كده، يعني مش عارفة، ومش أنا لوحدي، لا فنانين وفنانات كتير كمان. بتتضايقي بقى لما بتيجي اخبار زي كده؟ لا انا الاول زمان يعني من السنه اللي فاتت كده كنت بقى بتضايق واقول ايه ده، وبعدين ما بقتش بتضايق، بقول دول هبل ولا ايه، يعني هم ما عندهمش حاجه يكتبوها، يعني غالبا لو هذا صحفي ولا هذا في موقع اعلامي ما عندوش حاجه يكتبها فيروح كاتب توفى فلان، يا ساتر يا رب. يعني لو صحافه لو فن لو كاتب يعني يبقى عنده حاجه تتكتب، لكن ده مش دي مش كتابه. قولي لي بقى، من عشرات التليفونات اللي تلقيتيها النهارده، ايه بقى التليفونات اللي اثرت فيكي يعني؟ الناس اللي ما يعرفونيش، يعني الناس اللي بيدوروا على نمرتي من اي حته ويروحوا مكلميني، الناس اللي بيقابلوني في الشارع، انا كنت النهارده في نادي الجزيره، فانا بس داخله النادي كده ايوه لقيت الناس هجوم، يعني وكانهم شافوني لاول مره، يعني فاقف يحضنوني ويبوسوني ويشتموا في اللي كتب الخبر. يعني خد شتيمه النهارده. يلا من نصيبه بقى، ربنا يجعلها من نصيبه. ايوه. طب سؤالي يا مدام ليلى دلوقتي، يعني هل كل الحب ده، حب الناس ده، ما بيخليكيش تفكري دور ضيفة شرف، اي حاجة يعني تيجي بس تنورينا كده نشوفك؟ لا انا علشان حب الناس ده كله وانا احترامي الجمهوري قوي ده، انا مش عايزه انزل ولا درجه قدامهم، فاللي فات كان رائع، انا بقول انا تاريخي، انا بعتز بيه جدا جدا، والناس كمان بتعتز بيه، ولغايه النهارده بيكلموني على تاريخي وعلى اعمالي، فانا مش عايزه اعمل حاجه اقل درجه من المستوى اللي انا عملته قبل كده، ولغاية دلوقتي أنا مش لاقية حاجة على نفس المستوى، لا. لكن لو يمكن في المرحلة العمرية اختلفت، يمكن النوع الفن اتغير في بعض الحالات، لكن أنا مش هعمل حاجة أقل من اللي فات أبدا. اكتر حاجة بتحبيها في اعمالك ايه؟ لا الحقيقة كتير كتير، أنا عملت مسرحيات، عملت تلفزيون، عملت سينما، عملت إذاعة، كل حاجة عملتها في يعني كل المجالات الفنية الحقيقة شاركت فيها، يعني بس مثلا يعني ايه فيلم قريب من قلب ليلى طاهر؟ لما بتشوفيه بتبقي مبسوطة وبتقعدي تتفرجي عليه؟ زوج في أجازة مع صلاح ذو الفقار، مسيو الله. فصام. طبعا الله الله. طب والايدي الناعمة؟ والأيدي الناعمة وصلاح الدين، او صلاح الدين، الله، ده صلاح وهاملت، لا يا نهار حاجات، ابيض، لا حاجات كتير الحقيقة، أنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه يعني. هي مسيرة عظيمة، ويعني وانتي ست جميلة واحنا بنحبك حب بالغ يعني. ف حبيبتي ربنا يخليكي، يعني أنا مش عارفة أشكركم إزاي، وأنتي أولاً أنتي وحشاني أنا انتي شخصياً، كمان لأن أنا حضرتك كمان. بحبك برضو، يعني ببقى حريصة قوي عشان أشوفك على الشاشة، لأني مش اشكرك، عارفة أشوفك من غير لا الشاشة. احاول اجيلك ان شاء الله. شكرا مدام ليلى طاهر، العفو حبيبتي، وربنا يديك الصحة يا رب، وببقى سعيدة انك بتروحي النادي وتمشي وكده، ده حلو جدا يعني. شكرا مدام ليلى طاهر، فنانة الكبيرة ليلى طاهر. يعني انا اظن ان اللي بيكتب الاخبار دي يعني بعيد عن الصحافة والاعلام، ودي بتبقى جوسبس كده او شائعات على السوشيال ميديا، والناس ما بتدققش يعني، بس يعني ما اعتقدش ان في موقع محترم هينقل الخبر ده دون ان يتدقق، فيعني الدقة دي بتبقى مهمة جدا.